اعدلوا هو أقرب للتقوى. من أرفع أسباب النجاح هذا الدرس الذي تضمنته هذه الآية المباركة، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. اعدلوا هو أقرب للتقوى. الإنسان غالبا في حالة الغضب لا يعقل، حالة الرضا لا يعقل. الله في هذه الآية يقول لا يسبب شنآن وعداوة قوم ألا تعدلوا أيها السامعون المسلمون، ولا يجرمنكم، يعني لا يسبب جرمكم عداوتكم لقوم على ألا تعدلوا. بعدين الله يقول اعدلوا هو أقرب للتقوى، نعمل العدالة، العدالة أقرب من الله، كما أنها أقرب للتقوى من المجتمع. التقوى قد تكون من الله وقد تكون تقوى من المجتمع، عن التوقي والتحفظ والتقدم، التقدم الذي هو نتيجة التقوى. بمناسبة محرم وأصدقاؤنا بين حفيد وبين إنسان مربوط بالاجتماع أو يربط نفسه بالاجتماع في مناسبة محرم، من أهم الأشياء أن الإنسان في وقت خطابته أو في وقت ارتباطه بالاجتماع في سائر شؤون التبليغ في محرم وفي غير محرم أن يلاحظ الهدف والنتيجة. فإذا أنت وصلت إلى الهدف والنتيجة فأنت ناجح، وإن لم تصل إلى الهدف والنتيجة فأنت فاشل مهما أتيت من المبررات وبالمبررات. الإنسان الكاسب إذا حصل على المادة والمال فهذا ناجح، إذا لم يحصل على المادة والمال فهذا فاشل مهما جاء بالتبريرات والمبررات. لا نقول أنه يحصل على المال بطريق الحرام، يوضح المفروغ منه. نقول مثالا في عالم المادة حتى نقيس عليه عالم المعنى. هذا الكاسبان اللذان اشترعا في هذا البلد بالتجارة، وكلاهما تاجرا تجارة حلالا، أحدهما صار ماله مليون والآخر بقي ماله 10,000، وكلاهما سلك السبيل الحلال، لا شك أن هذا الإنسان فاشل وهذا الإنسان ناجح. نفس المعنى موجود في عالم المعنويات. نفران سلكا سبيل الهداية، هداية الناس، أحدهما تمكن من هداية الناس والآخر لم يتمكن، وكلاهما في مجتمع واحد. أن هذا الإنسان المتمكن ناجح وهذا الإنسان غير المتمكن فاشل. يجب أن نعرف من أين يبدأ الفشل في الإنسان. نحن كطلاب وكعلماء وكمؤلفين وكمسيرين للاجتماع الدين، لماذا أحدنا يتمكن من تسيير الاجتماع الديني والآخر لا يتمكن، والاجتماع اجتماع واحد؟ مو أنه اجتماع مال هذا اليوم والآخر في اجتماع قبل 100 سنة. كلاهما في السعودية، كلاهما في الكويت، كلاهما في كربلاء، كلاهما في النجف، كلاهما في قوم أو طهران أو خراسان.
السبب للفشل والنجاح بذور السبب في داخل الإنسان. داخلك يفشلك وداخلك ينجحك. البلاد العربية فشلت أمام إسرائيل، وإسرائيل نجحت أمام البلاد العربية. لماذا هؤلاء فشلوا وأولئك نجحوا؟ مع العلم أننا لا نقبل لا بهذا ولا بهذا، لأن حتى نجاح هؤلاء أو فشل أولئك مو على طريقة إسلامية، وإنما نمثل كمثال دنيوي ونريد تطبيق الهداية على مثال دنيوي. الفشل بدأ في البلاد العربية من عدم فهمهم. الآن 30 سنة من عام الاحتلال، دائما يفتح الإذاعات صباح، يوم صادات قائم، يوم نوري سعيد قائم، هذا متآمر ويوم هذا متآمر، كل صباح. بينما في 30 سنة تفتح إذاعة إسرائيل ما في صباح، كل انقلابات في بلاد. في العراق في 20 سنة 10 انقلابات صارت. انقلابا شيوعيا وبعثيا وقوميا وديمقراطيا وقاسميا وعبد السلام طائفيا وعبد الرحمن امريكيا والف شكل انقلاب. في اسرائيل ولا انقلاب واحد. وانما بن غريون مات اذا لم يكن يموت ايضا كان يجتمع مع هؤلاء. وموشي ديانو جولدا مائير وبيغن وقبله وبعده كلهم كتله ونحن الف كتله. ففشل هؤلاء من انفسهم، ايهم على حق وايهم على باطل او كلهم على باطل، ونجاح اولئك في انفسهم. اولئك في 30 سنه بنوا بلادهم، بنوا جيشهم، بنوا مفكريهم، بنوا ارتباطهم بالعالم، بنوا اقتصادهم. هؤلاء في 30 سنه كله قتل وسجن وارهاب وانقلابات وسباب ولا اكثر ولا اقل. طبيعيا انه قبل 30 سنه اذا واحد كان ينظر بمنظارين للمستقبل 30 سنه يعرف ان هؤلاء ناجحين وان هؤلاء فاشلين. نفس الموضوع اكو فينا نحن، فشلنا ونجاحنا. ترى احد الخطباء او احد المؤلفين او احد ائمه الجماعه او احد الموجهين للاجتماع ولو تحت المنبر مو فوق المنبر، كل سباب وتهجم وهذا مو زين، والشرق والغرب ياخذ من اول الناس الى اخره، والمراجع والعلماء والخطباء والناس والشعب والخطباء، وواحد اخر ذكي في انه كيف يجعل الحرب والدواء المر في قالب الحلو ويطيب المريض. فرق منا يختلف. واحد يبني نفسه، يفكر في نفسه، يفكر في معايبه، طوبى لمن شغلته عيوبه من عيوب الناس، تشغله عيوبه، تصلح نفسه، تصلح فكره، تصلح كيفية غزوه للاجتماع، تصلح كيفية إيصاله الهداية للناس. وآخر إما سلبي مطلق أو سباب أو عدم متفكر في الاجتماع أو عدم مقدمة أو فاشل لا أقول. أحياناً ترى خطيب يركض الناس خلفه، وأحياناً ترى خطيب يركض هو خلف الناس، أحياناً ترى عالم يركض هو خلف الناس، أحياناً ترى عالم الناس يركضون خلفه، أحياناً ترى مؤلف الناس يتلهفون إلى كتبه في الأسواق، وأحياناً ترى مؤلف هو يوزع كتبه مجانا والناس حتى مجانا لا يأخذ كتبه. كلاهما معلم، كلاهما عالم، كلاهما خطيبان، كلاهما كل شيء. لماذا هذا فشل وهذا نجح؟ يجب أن نعرف لماذا الفشل ولماذا النجاح. نجاح هذا في باطنه وفشل هذا في باطنه. الإنسان دائما يجب عليه أن يفكر كيف أنجح، أما كيف أنتقد الاجتماع هذا أبسط الأمور، كيف أتكبر على الاجتماع هذا أبسط الأمور، كيف أهين الاجتماع هذا أبسط الأمور، أما كيف أنتزع احترامي من الاجتماع في مصلحة الدين هذا أصعب الأمور. الآن موضوع في تفكيرنا في النجاح لإدخال أكبر عدد ممكن في دائرة الهداية. لما أخذ علي عليه الصلاة والسلام إلى البيعة
وفصلنا شوي. سلمان يعرف قدرة الإمام، سلمان حراس الإمام يعرف قدرة الإمام، فرأى أناس لا يميزون برا من بر ولا يعرفون أي طرفيها أطول، وليس لهم لا شجاعة مادية ولا أدبية ولا قوة جسدية ولا فكرية يقودون أمير المؤمنين الذي بيده القوم. وهي تعجب على عظمة سلمان، تعجب لأن العظماء قليلا ما يتعجبون، لأن العظماء يعرفون مجاري الأمور فتعجبهم قليل. الناس العاديون يتعجبون كثيرا لأن معارفهم قليلة. وقال أيفعل هذا بهذه ولو أراد أن يطبق هذه على هذه لفعل، وعنده الاسم الأعظم. الإمام أجابه بكلمة من أجمل الكلمات، قال يا سلمان وإن صبر من الاسم الأعظم. أنا أعتقد أن الإمام أمير المؤمنين أنجح إنسان بعد رسول الله نجاحا دنيويا، قطع النظر عن الآخرة والثواب وكل شيء، قطع النظر عن كل شيء حتى في الواحد مادي بحث ينظر إلى الناجحين في العالم. من هو الناجح في العالم؟ أولهم رسول الله وثانيهم علي بن أبي طالب ناجح، وبعد ذلك يأتي دور المسيح أو دور رؤساء الحكومات الناجحين منها، ودور موسى ودور إبراهيم بعد علي يأتي. علي أنجح إنسان في عالم الدنيا. حسب أن الناس يتصورون أن الإمام فاشل وأن معاوية ناجح أو فلان ناجح، هؤلاء ما يفهمون ميزان النجاح والفشل. يتصورون أن الإمام كان يتعفف من أهل الكوفة مثلا، أو أن الإمام لبب إلى المسجد، أو أن الإمام قتلت زوجته، هذا معاوية الفشل، هذا هو معناه النجاح. الإمام أنجح شخص في العالم، لكن على ما شاهدنا في هذا لازم مقارنات ومقايسات ومثال وهالأشياء ما علينا، ويحتاج إلى منبر مستقل. وإنما علينا هذه الكلمة للإمام سلمان، قال وعنده الاسم الأعظم. الإمام قال يا سلمان الصبر في هذا الموقع من الاسم الأعظم. يعني الاسم الأعظم شنو يأتي من مسألة؟ يأتي من اسم الأعظم عبادة هؤلاء، من الفائدة من عبادة هؤلاء. الاسم الأعظم أن تشق طريقك إلى الأمام في عالم الاختيار، مو في عالم الجبر. في عالم الجبر بإمكان الله سبحانه وتعالى بالكلمة أن يشاء يذهبكم أيها الناس ويأتوا آخرين. أما أن تشق طريقك إلى الأمام وتركز نفسك وتوصل صوتك إلى شرق الأرض وغربها، هذا الشيء بماذا يكون؟ بالصبر. هذا الاسم الأعظم. الإمام قال له والصبر في هذا الموقع من الاسم الأعظم. الإمام قال الاسم الأعظم، عندي اسم أعظم، الآن أقتل كل رؤساء البلاد العربية، الآن أقتل بيغن ومن تبعه، الآن أخلي إسرائيل من كل الإسرائيليين. لو هذا الله قد يحفظ إلي أنا، لو كان الله أراد هذا الله سيؤرشني في الموضوع، لكن أنا أتمكن في هذا الجو والصاخب أمشي إلى الأمام. هذا الاسم الأعظم. المنبري الناجح والعالم الناجح والخطيب الناجح والواعظ الناجح والمعلق الناجح هو الذي يتمكن أن يوصل الهداية إلى الناس. أما جلست في مكانك وسببت القوميين والشيوعيين والبعثيين والديمقراطيين والوهابيين والناس أجمعين، شنو سويت؟ لا تجد أي شيء. تجد غرفتك المباركة في المدرسة وفي البيت وتأخذ السبحة، اللهم لعن فلان، اللهم لعن فلان، اللهم لعن فلان، لا أكثر ولا أقل. أما أنت في هذا الجو الصاخب أن تمشي بحيث يركضون خلفك ويتقبلون هدايتك، هذا الاسم الأعظم. وهذا يحتاج إلى الصبر، يحتاج إلى الفكر، يحتاج إلى الحزم، يحتاج إلى التخطيط، يحتاج إلى الحلم. اللهم أعطني العلم وزيني بالحلم. شو معنى زيني بالحلم؟ معنى زيني بالحلم أن أتمكن أن أدخل علمي في أدمغة الناس. هذا يحتاج إلى، ولو كل الناس ما يستقبلوني ولا يستقبلوني بوتر،
ولا يستقبلون رسول الله ولا يستقبلون موسى الظهر. فنحن بمناسبة شهر محرم يجب أن نفكر في هذا الشيء، أني كيف أتمكن أن أوصل صوت الحق والإسلام إلى أكبر قدر ممكن من الناس، أكبر قدر من التضحية هذا يحتاج، وهو تضحية أن كلمة الأنانية تشيلها من نفسك، خليها على فكرة، مو أناني. أناني يعني أناني، يعني أنا. في زمان ناصر الدين شاه كفر الوزير اسمه عين الدولة، رئيس الوزراء. هذا الرجل رئيس الوزراء مدى الحياة أزمنة القديمة، أو شبه الحياة، 50 سنة أظن هو رئيس الوزراء، أو ما أشبه 50 سنة. في يوم عيد كان جالس. يجلسون الأعياد سابقاً الوزراء ومن أشبه. دخل عليه الناس من مختلف طوائفهم ومللهم. ومن المتعارف قديماً وحديثاً أن الناس الذين يدخلون على الملوك والأمراء والوزراء وحتى على العلماء يقدمون لهم هدايا. وهذا ما يصطلح عليه بهدية الصغيرة إلى الكبيرة. قبال هدايا الدولة إلى الناس، هدية الكبيرة إلى الصغير. كل إنسان يتقدم وجاء إليه بهدية. ذهب، فضة، مال، حيوان، ما أشبه. مجلس خاص ورئيس وزراء إيران وعين الدولة، رجل شايب محنك كذا معروف، تقدموا إليه بالهدايا، هدية فهدية فهدية، فامتلأت ساحة من البيت بالهدايا. من جملة أحد العلماء جاء إليه وقدم له هدية. الهدية عبارة عن عهد الإمام أمير المؤمنين إلى مالك الأشتر حين ولاه مصر. أين الدولة أيضاً أخذه وقبله ووضعه على رأسه وقام إجلالاً له. الناس أخذوا يذهبون، أخذوا يذهبون يذهبون، حتى هذا العالم أراد أن يذهب. أين الدولة قال صار بعد نصف ساعة أراد أن يذهب قاله. صار بعد نصف ساعة أراد أن يذهب قاله. أقعده أقعده حتى ذهب الجميع. بعد ذلك حين الدولة قال أن تتغدى معي اليوم احتراما لهدية. بعد اللي راح كل الناس، أداب الإيرانيين هذا غرف يبدون في غرف شخصيات، هذا علامة الشخصية. من هالغرفة يدخل إلى غرفة ثانية إلى غرفة ثالثة إلى غرفة رابعة، هذه علامة الشخصية. حين الدولة أخذ بيد هذا الرجل العالم بلا سابقة كثيرة، دخل غرفة أولى وثانية وثالثة ورابعة إلى غرفة سبعة، يبنون البناء على الشكل اللي غرف تكون بعضها في بعض. حتى دخلت الغرفة السابعة وهذا المائدة مكتوبة في الغرفة السابعة والخدم موجودين وكذا. مائدة بعد ما رأينا الدولة رئيس الوزراء شو واضح، طلب جلس هذا العالم جلس وهو جلس. بعدين واقفين اللي يطي ماي اللي يطي شاي وكذا وكذا. هاي الدولة قال لجميع هم يدخلوا. راح. قام من مكانه وأقفل الباب. طب بين هالغرفة وبين ذيك الغرفة. غير ست الغرف اللي يجوا. بعدين قال له عمي أنا احترمت عهد الإمام أمام الناس وقمت وقبلته ووضعته على رأسي، لكن أردت أن أقول لك شيئا بلا سابق معرفة بيني وبينك، أنك أعطيتني عهد الإمام وتأمرني بتطبيق هذا العهد. علي بن أبي طالب في حياته كان فاشلا، وأمام أصغر عماله وهو معاوية، فكيف تأمرني أن أطبق هذا الشيء الذي فشل صاحبه أمام أصغر عماله؟ وأنا الآن رئيس الوزراء، فإذا طبقت هذا الشيء معناه أني فشلت فشل عليا. ذاك العالم قال أي مسكين، أنا كنت أظن أنك تفهم، وتبين أنك لا تفهم أي شيء، والآن ازداد تعجبي كيف اتخذك الناس رئيس وزراء. تقول أنت علي بن أبي طالب فشل، أنت الآن رئيس وزراء دولة غير عربية، وبعد 1300 سنة تخاف حتى من خادمك أن تقول هذه الكلمة أمامه، فتخرجه وتقول بعد 7 غرف وتقفل الباب حتى تتفوق بهذه الكلمة. هذا الإنسان هو الفاشل أو معاوية الذي يسب حتى عند أصدقائه يسب. كنت أتصور أنك تفهم، تبين أنت لا تفهم شيئا. علي تمكن أن يثبت نفسه في الحياة، هذا الإثبات الهائل. أي نجاح أكبر من هذا النجاح؟ بعد 1300 سنة وأنت رئيس وزراء دولة مو عربية،
وتخاف أن تتفوه بكلمة ضد الإمام حتى أمام خادمك الخاص، وإنما تخرجه. هذا الإنسان هو الفاشل، وأن معاوية هو الناجح الذي يسب في كل البلاد. هذا الإنسان سياسته ناجحة وهذا الإنسان سياسته فاشلة، وقد أنجح سياسة الإمام أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام، أنجح إنسان. كيف يعامل الناس؟ كيف يعامل المجتمع؟ كيف يعامل النجاح؟ أنت تدخل المدرسة وعشرين سنة تقرأ الدرس، النجاح يعني في اليوم الأول تصير ناجح تقليد، أو في اليوم الأول تصير أكبر خطيب، معناه أنه بعد عشرين سنة أنت أكبر خطيب، أنت أعلم العلماء، أنت أكبر الخطاب. الإمام إرادة أن يكون بعد مئة سنة هو أكبر شخصية في العالم، ولا من اليوم. هذا من الاشتباه أن يتصور إنسان أن الإمام كان يريد في نفس اليوم يصير أكبر شخصية. أبدا، الإمام ما كان يريد، يعني ما نعرف موازين الحياة، كيف يستقر الإنسان في الحياة. عيسى المسيح لما طلب على اقتراح المسيحيين ورفع إلى السماء ليس له مريد إلا 12، لكن عرف كيف ينجح نفسه. رسول الله في يوم بلغ ما كان عنده مريد إلا خديجة وعلي وأبو طالب خفية، لكن عرف كيف يركز نفسه. فأن تعرف كيف تركز نفسك وكيف تأخذ الاجتماع وكيف تعاشر الناس وكيف تحفظهم، ذاك الوقت عند الإنسان الناجح الفاضل. وإلا ليس النجاح كما نتصوره، لأن نحن غالبا نتصور أن النجاح بالهوس والثورة. النجاح مو بالهوس والثورة، النجاح بأن تتمكن أكثر قدر ممكن تدخلهم في الإيمان وفي العمل الصالح وفي العلم وفي الهداية وفي الالتفاف حول أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. هذا هو النجاح. قدرت من هذا فأنت ناجح، لم تتمكن فأنت فاشل، مهما بررت ومهما ألقيت اللوم على الناس. كثير من الناس يلقون اللوم على التجار، يلقون اللوم على العلماء، يلقون اللوم على الحكومات، يلقون اللوم على الخطباء. لا عمي، اللوم عليك أنت الذي لا تتمكن أن تستفيد. إذا تمكنت أن تستفيد من تاجر المدرسة فأنت الناجح، ما تمكنت فأنت الفاشل. مو هو تمكنت أن تدخل منهاجك في الإذاعة والتلفزيون فأنت الناجح، ما تمكنت فأنت الفاشل. مو هو تتمكن، والتمكن يحتاج إلى مؤهلات، يحتاج إلى مؤهلات علمية، يحتاج إلى مؤهلات نفسية، يحتاج إلى مؤهلات فكرية، يحتاج إلى مؤهلات قدرية، صبر واستبار. فرد مرة أظن ذكرت لكم قصة ذاك العبد الأسود. عبد أسود شخص رئيس الوزراء، قصة مشهورة. ذات يوم هذا رئيس الوزراء ضربه رجل إهانة له. العبد الأسود فكر في أنه لا يمكن أن ينتقم من هذا الرجل، خصوصا ذاك اليوم الإنسان رحم إشارة الملك ورئيس الوزراء بقتله ديكتاتورية. هذا فكر في أنه ينتقم منه بحكمة، قرب نفسه إلى الملك تدريجيا. هذا العبد قرب وقرب 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 حتى صار مستشارا للملك. لما صار مستشارا للملك أخذ يوسع الهوة بين رئيس الوزراء وبين الملك، يعمل عمل النمام بين الملك ورئيس الوزراء، حتى أغضب الملك على رئيس الوزراء فأمر بإعدام رئيس الوزراء الملك. والذي جرى كرسي الإعدام من تحت رئيس الوزراء هو هذا الحق. قبل أن يجرى الكرسي قال: تلك قبل 15 سنة ضربتني إهانة لي، هذا انتقام الكذاب، لكن تعقلت كيف انتقم منه. ثم جرى الكرسي، ان تفهم ان تعرف كيف تجر الكرسي من يد الشرق والغرب، هذا اللي تفهم. اما ما هو الفائده في انه لا تفهم انت وتزيد صفرا على غير الفاهمين؟ الف غير فاهم اقول ضم واحد الالف. ان تدخل اكبر عدد ممكن من النساء في الحجاب، ان تخرج اكبر عدد ممكن من الظلمات الى النور، هذا هو الحق. يعني أن تجر البساطة من تحتك. وفي الحقيقة المسلمون تأخروا لأنهم ما فهموا. ولا الله سبحانه وتعالى في القرآن يقول: كلن نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. يقول احنا في الدنيا نمد المؤمن والكافر، فاسق والعادل، أبو جهل والنبي، نمدهم ما علينا. الدنيا ما في إمداد الله تعالى له، المال لهما، الصحة لهما، الوجود لهما، القوة لهما، الجيش لهما، بس أنت كيف أنه
تستعمل إمداد الله في سحب البساطة من يد الآخرين. قل لن نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك. وما كان عطاء ربك محظورا. الله يمدك مثل ما يمد بيغل، ما في فرق عند الله تعالى. بس هو يفهم كيف يجر البساط منك، أنت لا تفهم كيف يجر البساط من تحته. أنت لبالك بالإذاعات وبالخبطات وبالسباب وبالسجون وبالتعذيب. هذا المثال الموجود. ونحن نفس الشيء نحن نفس الشيء. عوض ما تقوم تسب الناس من أول الليل إلى الصباح ومن الصباح إلى الليل، ألف كتاب، كتاب جميل في الاقتصاد الإسلامي، ألف كتاب جميل في التفسير، ألف كتاب جميل في كيفية هداية الناس. أنا أسأل الله التوفيق لما يحب ويرضى.